السلام عليكم خاوتي، اليوم راح نعطيكم كيفاه نمونطيو موتور تاع طاس. بدينا له لي بيستون جدد كيما راكم تشوفوا فيهم 0.50. هذا بيستون مش كيما هذوما باسكو البيستون لقيت فيه مشكله جديد، ما حبيتش الريسكي به نركبو. شوفوا واش لقيت فيه، شقه لهنا قادر من بعد كي نركبو مع السخانه يتفلق، وقادر يدي موتور كامل وقادر ما يتفلقش، ما حبيش الريسكي بيه. جبت بيستون اخر 0.50، ها هو على ديك ما نشوفوش فيه كيما هادو امبيير. اول حاجه بعد ما نكونو غسلنا البلوك مليح والفيل بروكان، ها هو كيما راكم تشوفوا فيه مغسول، نمسحولو وانه يبدا يدير لاروي بلاستيك وصيني، شاح فيه الماء برك. وما يدير والو دركا بالزيت يمشي نورمال باسكو هي جديدة. حطوها كوتي. اول حاجه نجيبو لي كوسيني، تعرفوهم كيفاه يركبو لي كوسيني، نعدلكم ديجا فيديوهات عليهم. لمستي دي هذوما STD، ما عرفت تبان لكم ولا ما تبانش، المهم هما STD في البركان ما عداش، بصح البلوك عدا 0.50 باسكو كان طايح على ديك الطوموبيل كانت تدخن. نحط لهم لوكوش تاعهم هدايا لهنا شغل الكروشي، نرصو عليهم بركة يحكمو بلاصتهم. هاكا قاونا تاع لي بالي، وكل بالي بالنيميرو تاعو بما نغلطوش فيهم. ركبهم الكل، جيبوا حطوا لهم الزيت الكل الكوسيني كل، ها
نهزوا فيه البركة نحطوه نحطو اليوريكال صح وكما نحبو نحطوه بلا اليوريكال ومن بعد نحطو اليوريكال كيف كيف باسكو نجم من بعد نحط ليكال هاي لاكال وين هي تنحى وتدور معاه ترى كي نحط له بالي تاعها تقعد منه بلوك يا او يدور دوره شوية وتزيد نزيد نحط الزيت في البالي كل وكل واحد نحطه في بلاصته ونحط لهم البالونات ها بعد ما حطينا لهم الزيت الكل طروا بوزيسيون تاعها كي نحب ما نتبعش لا فلاش دونكوش تاع هذه تاع الكوسيني تكون مقابله دونكوش تاع الكوسيني الاخر كي بار اكزومبل الواحد ما يتبعش لا فلاش باه يروح للكوتي تاع لاشين سنك هنا دي هنا الكات نبغى نحكم بلاصتهم هنا كلها تخاف البلاصت وهاو يدور نحط لي بولون كل تالي بالي نحط لهم شوية زيت في كل في اللي في الطاج نجيبو لهم 15-12 بون
يدور ليبر باسكو مرودي بدنا له غير لي كوسيني برك برك رايح نهبطو عجنب بنسيريه افيك رالونج نبلوكي لي بورون كل لازم له يكون يعطيني لامان ويعطيني لامان سيري برالونج بلوكيهم كل بعد ما سيريتهم قلبت البيستون البلوك دركا رايح نعدي البيستون تاعي ما يهمش هما كي نركبوهم في لابريس نعترفهم ديجا كيفاه يركبو في لابريس عندنا هادي البيالا يفوق نحطهم قلب الروبير هدايا يكون مقابل السيجل تاعي نضاي هنا لهنا كاين سيجل انداي ومن هنا ما كاين والو هذا لو بوين لي جي كوتيشان يكون مقابل السيجل تاع انداي ومام طون لونكوش هادي تاع سوبابا تاع لي شابمون تكون لهنايا تكون جهة السوبابا تاع لي شابمون هاهم كل مقابلين دروك راح نركبلهم لي ساكمون تاعهم ساكمون دوريجين نداي حتى درنا منا نفرزهم نجيو كل نحطو لهم شوية زيت بلاصة لي ساكمون نحطو الرسول تاع راكلير الأول الساكمون تاع الزيت نحط الأول من تحت ولا من فوق ما يهمش واحد اخر يجي فوقو حطيته من تحت الركن الاخر يجي فوقو هنا الفوق ومن بعد رجلي له لوفرتير تاعو كي نجيبه ندخلو في البلوك هذاك نهرب لوفرتير خلاص دورهم شويه باه يمشي الزيت لوفرتير لتحت وتاع الاخر الفوق هاي من هنا الفوق سيبا هز الركلار هذا هو اللي يخوف هذا هو اللي يخوف تاع النص ديما اللي ما يعرفش يركبه يتكسر هو نجيبو نحطوه كيما هكا على الحرف تاع البيستون هكا ونمشيو معاه
او اركب ونيفيتيو باش ما يدخلناش في بلاصه الساجمون الاول. هاو هبطت لتحت دوك نزيد نهبط هذا اللي من هنا. هاو دخل في بلاصتو كيف كيف ندورو. يبقى لي من فوق وكما قلت لكم ديما الكتيبة تكون الفوق مقابلة. هكا ندخلوهم الكل نوجدوهم. هو راح ندخل زوز بزوز وعلاه باه حتى نركب على جال البوزيسيون تاع في البروكا حتى ندخلو هو لداخل. هي اللي منا البريمي ولو كاتريام ندخل زوز بزوز انا في البلوك. نكمل ركب هذايا ونكملو. بعد ما دخلت لي ساغمو في بلاصتهم جي بيستون الاول ركبلو كيف كيف الكوسيني. نحل الشطة تاع البيالة طولهم خاش في بلاصتها. او في بلاصتو حطوا له شويه زيت ونحطوا ميم طون عاوني حي بارتي في الفيلبركا. كي ندخلو في البروكان فما يدورش شايح فوق في البروكان. بون في البروكان مادا بينا وين راح يبروتي لداخل ما يكونش بوزيسيون تاعو طالعة الفوق تاع في البروكان تكون لتحت غرقة. ركبوا له لي ساغمون تاعو بعد لي زونكوش على بلايصها الكل وعلى لاكس هكا مليح. نحطوا شويه زيت في السير ساغمون وفي لي شيميز اوسي. دوك نحطوا في لي شيميز لي شميز بالصباع بركة نحطو شوية زيت. كما قلت لكم عندي 0.50 حطوه في السير ساغمون نسيريوه. سيري مليح كما قلت لكم بوزيسيون تاعو توجور تكون عرف لو بوان هذايا جهة لاشين رايح. جيو هبطوه بالعقيلة هبطو سير ساغمون الأول ساعة بيبورتي فوق البلوك مع الشيميزة
ومن طوع حاكم السير ساقمو رص عليه بيدي من تحت. ضربات خفاف حتى يدخل او نحسوك يدخل او عدى الساقمو الاول وعدى دوزيام. وتروازيام او دخل البيستون خلاص. درك زيد لا ميم شوز بور لو كاتريام. تحلو سير سيغمون و يلفو با يتخلطونا الشابوات تاع البيالات. الشابوات يلفو با يتخلطو. حطو هذايا هنا من هنا. هذيك دي لو لوفاتير ديال لي ساغمون. من بعد مع لاكس نحطو في السير ساغمون. ركبلو كوسيني دونك تاعو في بلاصتو و يفو با يكون خامج. نحطولو شوية زيت كما درنا في الاول. حتى للدرنيي دركا رايح نقلب البلوك ونركب الشابوات تاع البيالات كل واحد في بلاصتو تاع البياله تاعو. وتوجور نتبعو كي ركب الشابو تاع البياله نتبعو لونكوش هذا يقابل لونكوش الاخر اللي في البياله. يجي باغ اكزومبل هنا ها يتبعوا بعضاهم باغ اكزومبل هكا. نحطو هكا بعد كيف كيف يكون لونكوش هذا مقابل لونكوش هذايا في بوزيسيون وحده تاع الكوسيني. مي يفو با يتخلطو لكم الشابوة تاع البيالات. راني نثبت ونركز معاه مليح. يفو با يتخلطو الشابوة تاع البيالات. لو كان يتخلطو يبلوكي في البركة ما يدورش من بعد. كي نسيريوه ما يدورش. هذا طلع كاتريام. دوك نقلبو وتشوفو معنا او قلبتو. نجي ندز البيستون حتى يوصل
بلصته في فيلم ركان بيدي من تحت دوس حتى الكاتريان نزيد نحط شوية زيت في الفيلم ركان مرقري حطيت في الكوسيني ركب الشابو تاع البيالا كيما قلت لكم لونكاش يتبع لونكاش هذا هاي بوزيسيون تاعو حطوا له ريزيكرو عم بتدوز دوك ما نركبو لي بيستون يبدا شويه يفرسي الموتور بالدوز نسيريوهم نكمل نزيد نركب الزوز الاخرين كما نعدت لكم ومن بعد نرجعو نركبو البومبا الويل والكارتير دور شويه باه يدور الزيت برك درك نزيد نقلبو نركب الزوز اللي مازالو هذا هو ما حبيتش نركبها في ربعه وكنت قادر نركبها في ربعه ونقلبو خطرة واحدة ونعاود نركب من تحت عملت هكا باه نعطيكم ديمونستراسيون كيف نركبو لي بيستون برك ديمونستراسيون واحدة أخرى مالغريا كأني عندي فيديوهات عليها أي في خاطركم انتوما كملت ركبت لي بيستون كل البركان يدور مليح هذا البيستون في ربعة في البركان يدور جديد ركبته وداخل فوق نحط له شوية زيت هنا وراح يخش دركا نعمل
سيليكون التور تاع الكومبون ويل كاملة كافي من الراحة لأن جسمه راه تعبان وجميع قدراته حتى الذهنية منها انخفضت وهذا يشكل خطر كبير عليه خاصة إذا كان يسوق ما بين الثانية صباحا والخامسة صباحا وما بين الواحدة زوالا والثالثة زوالا. كسوة اليتيم بشرة النسبة ودعوة زميلتي فتاحة وجمال. شكرا زميلي عبد الحق حابين نشوفوا يعني حابين نحطوا لهنايا وجهة لنقص نشوفوا هدية من الاجواء اكيد زميلتي جنات اطفال وكذا لك نساء الله يبارك على الجيب تبرعوا نحييو بتقدير من دركا يعني جانا تقدير كما بلي راهو الفرصة جابها راسهم الله يبارك مرحبا بك الحاجة الله يحفظك ان شاء الله مرحبا بك اطرف وين ما كانش الجوا كما فهمتكم كيف يجي جوز فيبر ركبوه بلاصتو ما نخافوش نتبتو على البوزيسيون تاع البومبا لويل لهنا باسكو عندنا الفيل بريكان لهنا في البركاله هنا قلت لكم عنده باهي بورتي مع ال بومبا لويل شوفوا فيها مهدومه شغل باهي كروشي في البركه مع البومبا لويل باك يدور يدورها كل ما يطيحوش في بلاصتهم ما تركبش هذه البومبا لويل تبدو معاهم لازم كي تعود هكا تعود بلاصة هاود دخلت فوالا هاني نديريجي فيها نديريجي في جوان سبي باه ما يفزلش وندخلو بلا الوحدة نحطولو البيض خير وما نفقاش نتبع فيه دخلت في بلاصتها نحط لها لي بولون تاعها عندها سبعة لي بولون زوج طوال وربعة الطوال يجيو توجور من هنا واحد منا واحد من هنا هذا ما الطوال والصغار ها وين يجيو وين يجيو في خمسة نسيريهم كل بالديس مانيش معاه نسيري الديس بالكليا شوك بقدر نحطها بريمير فيتاس نسيري نسيريهم بيدي خير نجبد درك على الوحدة من الخلف البيض نحطوا الأمل في كيدات البيوت كذلك
نبلوكيوها مليح. كل سيريوهم بومبا الويل صاي درك مازال لي حطي فولو موتور كيف كيف دو هادي الجبن سبي تاعها طلع جبن سبي ركبو جبن سبي كي ندخلو ما نخافوش منو باسكو عنده وين يفريني وصل خلاص فض عنده وين يفريني باسكو عنده غورجي يحبس فيها نحطوا له الزيت لداخل ما يدورش شويه دوكا كيف كيف عندها 4 بولون 10 اطلق هذه نحط لها سيليكون تمسح بلاصتها مليح صح لا كما قاعدين تشوفوا جبن سبي هكايا باغ اكزومبل فوالا ندخلوه انتيليجامون نحطوه على جهه وندزوه شويه بركه او يتحل الجبن سبي وتركب هي يركب في بلاصته يمشي في وسط الفيل بركه ما نخافوش منه يعود كيما هكا سيريوهم الكل تبقى لي صفاية تاع البومبا الويل والكارتير فرحانة يا فرحانة يا فرحانة ولما قدمت ان شاء الله يا
مو بالفيل عندها زوز دوز كيما راكم تشوفوا فيها مهمة نحط لها سيليكون في بلاصتها ما ننساوهاش كارتير كل كاملة السيليكون اللي خرجت من هنا من حرفت على البلاك متبت روحي راني سيريت لي كنز في 10 دمى بالكنز البيالات مسيريين كل بالدوز بالكليا شوك بومبالويل مسيريا لازم نكونسنتري روحي مليح متبت لي راهو كلش مسيري بس كدرك رايح نقفل الكارتير نحط سيليكون تور كامل نجيب الكارتير نحطه هاكي تور كامل تاع الكارتير الانتريير ونضيف ماذا
من برا ما يهمنيش بس من بعد نجم نغسله. نخليه له سيليكون القديمة ما نحيوهاش ممكن تشوفوا فيها ما نحيوهاش هي تحكم بعد تعاوننا دابينا نطيحوا الليترو في بلاصتهم والله كل كبقى لي غير نحط له ليبونو تاعو كل ونسيريوه بصح كي نسيريو نسيريهم التردورال نمشيو معاهم واحد ورا واحد ونعاودو نرجعو لهم واحد ورا واحد كي نسيريو دوك ركبهم الكل وتكملو تشوفونا لحق لي بونو كل هكا بيدي لوتور كامل بولون ما يخص حتى هما كاك بركة ضربة خفاف باش نسيريوهم خلاص لحقوهم لبلاصتهم خليهم واحد 5 مينيت ومن بعد نسيريهم خلاص على جال تجبد شوية سيليكون صح اللي يحب يسيري طول يسيري يبلوكي بلوكيو سي بون نعاودو تور توجور سيرين الكل قاري غير فولون موتور والديسكو لو بلاطو تاع لومبرياج بعد نزيد نركب لاكيلاس من الفوق من بعد نزيد نركب لاشان سيري 17 الفيدونج
نمسح السيليكون دي زايدة دور كامل كملتو نحيت له السيليكون دي زايدة درك نجي من هنا نركبو المانو تاع الزيت والفلتر تاع الزيت أو فلتر تاع الزيت نحطو له شوية زيت في الجمع تاعو ونمسحو وين يبورتي لهنا هكا كما راكم تشوفو فيه وبلاصة المانو تاع الزيت والمانو توجور منسيريوهش يدخل افون افون يدخل نص ونحبسو نص تاع فيلتاج برك واحد العام واحد السيد جاب لي بيكانتو موتر كيما هكا كيما تاع لاطوس عندو توجور كي تسخن يشعل الزيت دار لا ريفيزيون بدل لي كوسيني قاسينيا لي الزيت خدم ياسر حوايج بدل فلتر دار فيدونج توجور الزيت عندو يسينياليلو يبان لقيتها في الحكايه في المانو كي مسيري ياسر سيريو اما يزي هكا ما يزيدش الجوا تاعو ومسيري مليح خلي ركب السيبور هذا عند زوز 14 ومن بعد بنروح لاكيلاس وكي نحب نخليه حتى اللي راه لاكيلاس نورمال كملت دمي موتور ركبت حتى السيبور هذا كلش راكب فيه قال غير فولا موتور بعد ركبة دمي موتور درك رايح لاكيلاس ركب لها نجمة جديد لاكيلاس كيما تشوفها واجدة مغسولة درك رايحين نركبوا لي جوان دقيت على سوباب لي سوباب مروديين فاضيين حتى هما نحب الماء تاع غير كي غسل الطاكيرة يجب ان تعرفوا كيف ركبوهم عندنا فيديو تقرير عليهم درت لكم ديجا دوك نركبهم ومن بعد نركب لي راسول تاعهم بسوباب ونكملوا ركبوا لاكيلاس فوق الموتور هات لكم كيفاه بدلوا لي جوانت جيد جيبوا بنسكو بونت نحكموها من التحت ونطلعها هاي طلعت هذا بينا ما نخلطوش لي سوباب يلفو با يتخلطونا لي سوباب خلاص ما نحيوهمش خلاص نحيت لي جوانت قيد في زوز نجيبو دي جوانت قيد جدد نحكا وصل طبعا ما طيحش نحطو لها جوانت قيد نحطو له شوية زيت لداخل
وما طلعش فيه الصبابة شايحة. ماركو الصبابة جيستا فلير ونحطها هكا. بعد نجيب اندوي ادوي ديس ومرطو هاي وصلت. نسمعها من الضربة نعرفها غالبا اللي وصلت لبلاصتها. سيبو هكا تقعد جلون تقيد يقعد حاكم السوبابا مقدش تطيح. نكملوهم كل في 12 كما هك. كملت ركبت لرسول كل تالي سوباب فضيتهم بهم ديك رافة تاحم. دركا ما بقالي غير ركب لدواء نزيد الركب طبيب دادميسيون. جربت لي سوباب كل بالليسانس ما يعجبوش يقفلوا كل مليح. جيبوا لي دواء